اتوقع هذه يعني الرحلات كان لها اساس شغف، فكيف كانت رحلتك في البدايه مع هذا الشغف؟ ابوي احيانا يضحك علي لما يشوف المنتجات حقت الرحلات، يقول ما كنت اتصور مثلا انه بحثك وفضولك هذا وانت صغير، البحبشه دي اللي تسويها يعني مثلا حتجيب نتيجه معك بشكل مختلف نوعا ما. فاتذكر انه واحد من اهم الاسباب اللي دائما ارجع واذكرها هو الفضل يعني بعد الله سبحانه وتعالى للوالد الله يحفظه على موضوع الرحلات هذه، وجودي معاه في البر، وجودي معاه في السفر.